لا يا دكتور سفيان، أرجوك ما تتصلش بيا تاني. لا خلاص، أنا قفلت العيادة بتاعتي وهروح أفتح عيادة في الخليج. شريفة؟ لا يا دكتور سفيان، ما عرفش عنها حاجة. أنا كلمتها كذا مرة بس قفلت السكة في وشي. سمعت إن هي راجعة أمريكا. الله يكون في عونها. حقيقي صعبان عليا جدا. أوكي يا دكتور سفيان. شكرا. مع السلامة. الحمد لله خلصتينا من موضوع سفيان ده. خلاص. ولا بركة. الحمد لله بقى اقفلي الخزنة كده، خلصنا من موضوع سفيان كده مية مية. محتاجين بقى نريح شوية. ليه؟ ده أنا بحضر لكذا عملية. لا ولا كذا عملية ولا حاجة، أنا خايفة قوي من عماد عبود. ده أنا أبو أزرق مجرم. هو مش اتقبض عليه؟ اتقبض عليه، مش الجوز سابه. إيه ده؟ سابه ليه؟ أثبت إن هو كان في لبنان يوم ما الولد اتخطف. طب والمكالمات والمسجز اللي بينه وبين إنعام وبين المجرم؟ أثبت إن التليفون مش بتاعه، بتاع واحد ساكن في كعبيش. كعبيش؟ أنا عارفة كعبيش دي إيه؟ إيه كعبيش دي؟ معرفش بيجيبوا الأسامي دي منين؟ معرفش. المهم إن البوليس سابه. دي مصيبة. بس أنا أعتقد إن هو مش هيقرب مننا المرة دي. ما قربش إيه؟ هو ده بيهمه؟ ده غلاوي وابن لذينة. عندك حق، انت بقيتي تعرفي اكتر مني. انت معرفه سودا، وبعدين حوالينا لبش كتير قوي. ولا موضوع الضابط اللي بيلف حوالينا ده؟ انا مش عارفه اطلع لنا منين كمان الضابط ده. معرفش، نبر باي. في مواضيع كتير حصلت يا جلجل، لازم نتكلم فيها عشان ناخد فيها قرارات. خير؟ ايه اللي حصل تاني؟ ابوك عامل ايه؟ زي ما احنا يا حبيبي. لا بجد. ايه؟ اصل انا لما بدخل له مبقاش عارفه هو كويس ولا مخبي عليا. لا يا حبيبتي هو كويس. وانا كمان عندي لك اخبار كويسه. ايه خير؟ جبت لك ميعاد مع الهانم. وحياه ربنا بجد؟ اشتغل معاكم؟ لا، ما هو انت لازم تنجح في المقابله عشان تشتغل. انا في امتحان؟ اه في امتحان، مش سهل خلي بالك. شفوي ولا تحريري؟ بقول لك ايه، لو هتهزر يبقى مش هتشتغل اصلا. لا لا، الهانم ما عندهاش يوم مرحمين. لا لا خلاص، انا من ايدي جديد ايدي جديد. بص يا سيدي، الهانم بتحب اللي يشتغل معاها يبقى ناصح بس مش صايع. استغفر الله العظيم يا رب. تمام. اهم حاجه يا ايمن تعمل نفسك انك فاهم قوي في الشغلان. عشان كده انا عملت لك لسته بالبراندات اللي احنا بنشتغل بيها في المحل. تمام؟ ماشي. انت بقى تطلع على النت وتطلع كل حاجه على البراندات دي. ماشي. تاني حاجة تطلع نطق البراند دي وتقلده بالظبط، اوعى تغلط قدامها في النطق. لا طبعا ينفع. انت هتبقى واجهة المحل. بالظبط، واجهة المحل ويغلط. الله ينور. ايوه. معاك يومين مذاكرة ليل ونهار، وانا هعمل لك انترفيو قبل ما تروح. تمام. لو لقيتك مش ماسك الليلة كويس هأجل الميعاد. بس انا عندي سؤال صغير، يعني ايه براندات؟ احسان، مش عارفة اودي جمالك فين اللي عملتيه معايا. انت عارفه لو كان ابن اختي اتخطف انا كنت مت فيها. جمال ايه بس يا مدام اللي حضرتك بتقوليها؟ ده حضرتك اللي جميلك فوق راسي والله العظيم. كفايه انك اكرمتيني واكرمتي ابني وجبتينا في بيتك هنا. هو جزاء الاحسان ايه غير الاحسان؟ عارفه يا احسان، انت اسم على مسمى. فعلا انت حلال وطيبه. ربنا يخليكي يا مدام يا رب، ودوم المعزه ما بيننا يا حبيبتي. بقول لك يا احسان، انا هشوف حد يساعدك. انا عارفه ان البيت كبير عليكي من ساعة ما مشيت المخفية دي. بس المهم يا مدام حد يكون مضمون. مضمون ايه في الايام السودة دي؟ ما ديكي شايفة اهو. لا بس ما هو برضه لازم يكون من طرف حضرتك، حد تعرفيه. من طرفي؟ اه. بقول لك ايه؟ عارفة اللي هتيجي بعد كده هعمل لها فيش تشبيه. عندك حق فعلا. ايه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ بقول لكم ان احنا مخترقين. ايه المخترقين دي؟ مخترقين ازاي انطقي؟ وانا شغالة على الكلاب هاوس بحضر لعملية مريهان وشربات الجديدة. لقيت كارثه. اتفضلي. بتقول لك كلاب هاوس؟ ايه الكلاب هاوس دي؟ بيت الكلاب. كملي. لقيت كارثه. الراجل النصاب بيشتغل بطريقتنا بس بالعكس. ها؟ جاب 2 شباب ودربهم وشغلهم على الستات الاغنياء عشان ياخد منهم فلوسه. يا نهار اسود ومنيل، الحقيني بقى. يعني هو بيعمل نفس اللي احنا بنعمله؟
وايه التاتش بتاعه ان شاء الله؟ بيبتز الستات وبيهددهم كمان. ما معلش يا حبيبتي، بس ده حرام في حرام وده حلال في حلال. يبقى اكيد في جاسوس بيننا. طبعا هو دي مش ممكن تبقى صوتها دي اخرى. بس في بقى كاتش. تاتش؟ وايه التاتش بقى ان شاء الله؟ لا كاتش يعني فيها ان. ها؟ في واحدة معاها صورة لواحد من الاثنين الرجالة اللي شغالين مع الراجل النصاب. فين الصورة دي؟ لايمين عليها. خافت تنزلها طبعا، خايفة يأذيها ولا يرش عليها مية نار أي حاجة. احنا لازم نوصل لصورة الواد ده. طب والخطة اللي أنا عاملاها عشان نوصل لراس الأفعى؟ خطة إيه إن شاء الله اللي أنت عاملاها؟ بعدين هفهمك يا جلجل. بس الأول لازم نوصل لصورة الواد ده. ودي هنوصل لها إزاي بقى؟